مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. ورحمة الله. محاضرتنا اليوم راح تكون مراجعة للدرس الثالث والرابع عن الـ IP address و subnetting. احنا بالدرس السابق حكينا عن الـ IP version 4 وعن الـ subnetting، ومثل ما عرفنا الأهمية مالت الـ IP ووين استعمل الـ IP، وأهم شغلة انه عرفنا الـ IP version 4 انه هو يستعمل بالنتورك لاير. واحنا بالمحاضرة الرابعة وصلنا الى الـ subnetting. بقى كم مثال عن الـ subnetting قبل ما ننتقل لموضوع جديد اللي هو الـ VLSM. بس قبل ما أبلش بالـ VLSM خلي ناخذ فد مراجعة سريعة على الـ IPات اللي أخذناها بالمحاضرة الرابعة، أيضا بعض المعلومات المهمة اللي أخذناها بالمحاضرة الثالثة. أوكي، بالبداية إحنا تكلمنا عن الـ IP version 4، إنه الـ IP version 4 يتكون من 32 بت، وعرفنا البت اللي هو 0 والواحد، ومقسم الـ IP version 4 إلى 4 أقسام، كل قسم 8 بت. وطبعا الخانة الوحدة بالاي بي فيرجن 4 وسميناها الاوكتت او يسموها البايت، وعرفنا البايت اللي هو 8 بت. بعدين جينا قسمنا الاي بي فيرجن 4 الى قسمين، قسم يسموه نتورك ادرس او النتورك نمبر، والقسم الاخر الهوست نمبر. وتوضحت عندنا الفكرة من قلنا شنو معنى نتورك وشنو معنى الهوست. والنتورك ادرس اللي قلنا هو عنوان الشبكة، لأن مثل ما قلنا نفرض عندي 4 أقسام، كل قسم إلى فد وظيفة معينة، أنا بالأخير لازم كل واحد إلى نتورك معينة، فالنتورك هي اللي تميز الشبكة مالتي. أما بالنسبة للهوست هي الآي بيات اللي تنطي لليوزرية، تعطيها لليوزرية، حاسبات، طابعات، كاميرات، ذولي كلهم يحتاجون إلى آي بي آدرس، بس ذولي كلهم لازم يكونون تحت شبكة أو نتورك وحدة. والشغلة الثانية المهمة انه قلنا حتى اربط ما بين نتورك ونتورك مختلفة لازم احتاج الى راوتر، قلنا الراوتر يتخاطب مع الراوتر ايضا عن طريق الاي بي ادرس. وبعد ما وضعنا الاي بي ادرس على جميع الاي بيات يحتاج افعل الراوتينج بيناتهم او افعل البروتوكول، وعرفنا شنو معنى البروتوكول بالمحاضرة الاولى حتى يصير تفاهم ما بين الراوترات وتنتقل البيانات بشكل صحيح بين الراوترات، وبالاخير يصير عندي تفاهم بين نتورك بالكامل. اوكي، ايضا تكلمنا عن شغلتين مهمة اللي هي البريفكس لينث والسبنت ماسك. الاثنين نفس الفكرة ونفس الهدف يقدموا، بس انه كل واحدة تنصاغ بشكل مختلف. قلنا البريفكس لينث تستعمل باجهزة معينة مثل اجهزة مايكروتيك، وعندي بعض الاجهزة ايضا تستعمل البريفكس لينث، وعندي اجهزة تستعمل السبنت ماسك مثل عندي سيسكو، عندي الحاسبة، عندي اجهزة يو بي ان تي اللي تشمل لك مثلا نانو بيم، باور بيم، نانو بريدج. هاي شنو بالنسبة للأجهزة اللي تستخدم سبنت ماسك. أيضا ذكرنا شغلة مهمة جدا، قلت أنه كل جهاز يتصل بالشبكة أو يتصل بالإنترنت يحتاج إلى 3 معلومات مهمة جدا. المعلومة الأولى اللي هي الـ IP address، والمعلومة الثانية اللي هي سبنت ماسك، والمعلومة الثالثة اللي هي Default Gateway. ومثل ما ذكرنا انه الديفولت جيت واي هو المخرج مالتي، المخرج مالتي الجهاز حتى يطلع برا العالم او نقول خارج الشركه مالتي، يطلع عن طريق الديفولت جيت واي واللي دائما يوضع بالراوتر، يعني الديفولت جيت واي اي بي الراوتر كانه. اوكي زين، بعدها اخذنا تعاريف مهمه اللي هو النتورك، اللي هو يعتبر الاي بي اللي يرمز الى عنوان الشبكه، ولا يجوز استعمال هذا الاي بي في الحاسبات او في اي جهاز ضمن النتورك. بعدين اخذنا الهوست اللي هو الاي بي اللي تعطى لجميع الحاسبات او الاجهزه اللي تريد ان تتصل بالشبكه وتكون غير متشابهه. ايضا اخذنا البرودكاست اللي هو الاي بي اللي يستعمل لارسال البيانات الى جميع الاجهزه المتصله ضمن الشبكه الواحده. خلينا نفرض انه انا عندي شبكه وهاي الشبكه متصل بيها فد 250 يوزر،
250 يوزر. إذا واحد يريد يدز فد رسالة أو نقول يريد يسوي فد شير معين، طبعا لوكال أنا هنا دا أحكي بدون إنترنت، أوكي، لازم شنو؟ أني لازم أستعمل IP Broadcast اللي يكون IP ثابت ضمن شبكة معينة، ما يصير الحاسبة يكون IP مالته هو IP Broadcast. أوكي، أخذنا مصطلحات مهمة. اليونيكاست اللي هي عملية إرسال شخص إلى شخص، يعني خلي نقول عندي 10 حاسبات، إذا أستعمل رسالة يونيكاست أقدر أدز من حاسبة لحاسبة، والثمانية البقية ما يعرفون إيش دا يصير. أما أني إذا أستعمل البرودكاست إنه حاسبة واحدة تدز رسالة توصل لكل الحاسبات، يعني لعشر حاسبات توصل باستعمال الآي بي البرودكاست. أما بالنسبة للمالتي كاست واللي ذكرنا إنه إلى آي بي خاص اللي هو باوع اي بي البرودكاست، هذا الاي بي الخاص مالته 224.0.0.0/8، هذا المالتي كاست اللي هو واحد لمجموعه يرسل، اوكي، وهذا الاي بي الخاص بي 224.0.0.0/8، اوكي. ايضا ذكرنا الاي بيات البرايفت اللي ما تطلع عبر الانترنت وتبرمج لوكال محليه، ما تطلع نهائيا للانترنت، وقلنا ضروري كلش انه الشخص لازم يعرف يميز ما بين البرايفت اي بي والببليك اي بي، لان مهمه جدا، لان انت كمهندس شبكات لازم تفرق ما بيناتهم. قلنا للسهوله نحفظ الرينجات البرايفت اللي هي باوع، انتبه وياي، عندي 10.0.0.0، اوكي، عندي 172.16.0.0/12، عندي 192.168.0.0/16، اوكي. نجي على الرينج، انتبه وياي، الرينج 10.0.0.0، اوكي، 10.255.255.255، اوكي. نزل هذا الرينج الثاني، 172.16.0.0، اوكي، 172.31.255.255، وبقى عندي هذا الرينج اللي هو 192.168.00، اوكي، 192.168.255.255، اوكي. هذا الجدول ضروري انه تحفظه وتنتبه حتى تميز ما بين البرايفت والببليك، اوكي. هاي الاي بيات تكون بدون خدمة انترنت، اوكي، تكون هاي الاي بيات بدون خدمة انترنت، تمام، لذلك يسموها شنو؟ بالبرايفت اي بي ادرس. لكن باستعمال تقنية النات حيث يمكن جعل هاي الاي بيات تتوفر بها خدمة الانترنت. اذا عدا هاي الاي بيات اللي مأشر اني عليها تكون شنو؟ public اي بي، اوكي، اعيدها لك، تكون هاي الاي بيات بدون خدمة انترنت، لذلك شو يسموها؟ يسموها برايفت اي بي ادرس. لكن باستعمال تقنية النات حيث يمكن جعل هاي الاي بيات تتوفر بها خدمة الانترنت وعدا هاي الاي بيات المذكورة تكون public اي بي، اوكي. اخذنا ملاحظة اخرى، قلنا النات يسموه البات، البورت ادرس ترانزليشن، مو نتورك ادرس ترانزليشن. النات هو شنو وظيفته؟ تحويل الاي بي البرايفت الى اي بي بابليك، وذكرنا انه البابليك الواحد يطلع الى 64,000 حاسبة للانترنت، هاي ملاحظة لازم تخلوها ببالكم، اوكي؟ نعيدها، قلنا النات يسموه البات، البورت ادرس ترانزليشن، مو نتورك ادرس ترانزليشن. كذلك قلنا عملية النات او البات هو تحويل الاي بي البرايفت الى اي بي بابليك، وذكرنا انه البابليك الواحد يطلع الى 64,000 حاسبة، اوكي، للانترنت، هاي ملاحظة لازم تخلوها ببالكم. وضحت الفكرة؟ زين. ايضا تكلمنا عن باوع، تكلمنا عن المالتي كاست اللي هذا الاي بي مالته امامك، وعندنا ايضا شيء اسمه لوب باج. اللوب باج واللي قلنا اني من خلاله اسوي تيست للنتورك انترفيس كارت مالتي اذا كان محترق او باي عطل تقول، اوكي،
اي مشكله. هذا بالنسبه لللوب باك. وقلنا ايضا عن طريق طبعا شنو انت راح تشيك، راح تشيك عن طريق اعاز البنك، وذكرنا البنك يستعمل حتى اسوي بي تيست حتى اقدر اوصل اني الى هذا الاي بي اولا. وهاي مين نطلعها؟ قلنا عن طريق شاشه الدوز، اوكي، اللي هو الاعازات مات الحاسبه. اني الحاسبه اتصفح بها عن طريق الابلكيشن اللي هو الويندوز، بس اني حتى اقدر اشتغل يعني اشغل كاعازات بالحاسبه استعمل السي ام دي واسوي بينج حتى اسوي بي تيست مثلا على اي بي معين. مثلا واحد يسال هذا اي بي الراوتر طافي لو لا، انا شو راح اشيكه؟ اجي اسوي بينج، اوكي، اسوي بينج لللوب باك على اي بي راوتر، على اي شيء، مثلا على جوجل الدي ان اس مالت جوجل، تمام، حتى تبقى يعني المعلومه تنطبع بذهنكم منا اني حتى من اريد اسوي بينج، اوكي، هذا سي ام دي. مثلا اريد اسوي مثلا هذا اللي عندي الاي اللوب باك، اوكي، حتى اسوي شنو؟ اشيك اللان كارت مالتي، اسوي تيست للنتورك انترفيس كارت مالتي، تمام. فاجي اقول له 127 أنا ما كاتب بينج، سوري، 127.0.0.1، تمام، تتباوع سوالي بينج. هسه دا يسوي لي هذا شنو؟ تيست للنتورك انترفيس كارد مات. زين، أسوي بينج على خدمة الإنترنت، أشيك عندي طبعا هذا الأربع ثمانيات مثل ما قلنا لكم، هذا سيرفر جوجل العالمي. زين، الدي ان اس ايضا مع وظيفته تحويل الاسم الى اي بي وبالعكس. وقلنا لكم من كتابنا الباوع من ردنا نعرف الدي ان اس اللي واصل لهاي الحاسبه، قلنا باستخدام الامر ns lookup، اوكي، هذا الدي ان اس اللي بحاسبتي اريد اتاكد انه شغال لو لا. هسه راح اكتب موقع، اذا حول لي الى اسم الى اي بي فراح يكون شغال والعكس. نتباوع مباشرة حول لي الى اي بي public، اذا الدي ان اس شغال. ايضا عندنا شيء اسمه لينك لوكال، هذا انتبه وياي دائما تشوفه. اللينك لوكال يعني انت اذا عندك حاسبة فديوم ربطت لها كيبل لان وتقعد تنتظر تاخذ اي بي، وظلت تاخذ اخر شيء يعني دا تقول دا تدز ريكوست في حال دي اتش سي بي. خلي نفرض السيرفر مالت الدي اتش سي بي اللي يوزع اي بيات للنتورك طافي، اوكي، الراوتر طافي او بيفد مشكله، الحاسبه راح تاخذ لك هذا الاي بي. دائما تشوفوا 169.254.00/16، تمام. مباشرة اني من اباوع هذا الاي بي بحاسبتي راح افتهم من عده انه سيرفر الدي اتش سي بي طافي او اني مدى اقدر اوصل له. هذا شو يسموه؟ هذا يسموه اللينك لوكال، يعني هاي الشغلات ثابتة ما تتغير، دائما لينك لوكال هذا الرينج مالته اللي اني مضلل عليه، دائما اللوب باك، اللوب باك هذا الاي بي مالته، اوكي، هذا اللوب باك، هذا المالتي كاست، هذا المالتي كاست، هذا اللوب باك، هذا اللينك لوكال، اوكي، هاي تبقى ثابته، تمام. خلي اعيد لك هذا لان ما شرحنا عنه حتى توضح عندك الفكره. عندنا شيء اسمه اللينك لوكال، اوكي، انا اليوم عندي حاسبه، ها عندي حاسبه بالبيت، ربطت طبعا وصلت لها كيبل لان وقعدت انتظر هاي الحاسبه تاخذ اي بي، ظلت تاخذ اخر شيء يعني تدز ريكويست في حال دي اتش سي بي. خلينا نفرض السيرفر مالتي دي اتش سي بي مالتي اللي يوزع اي بيات للنتورك طافي، الراوتر طافي بمشكله، يعني الحاسبه راح تاخذ هذا الاي بي 169.254.00، اوكي، طبعا هذا رينج سلاش 16. من اباوع هذا الاي بي بحاسبتي راح افتهم من عنده انه سيرفر الدي اتش سي بي طافي او اني مدى اقدر اوصل له. هذا شيء يسموه لينك لوكال،
يعني هاي الشغلات ثابتة ما تتغير. دائما اللينك لوكال هذا الاي بي مالته، هذا الرينج مالته. دائما اللوب باك هذا الرينج مالته. دائما المالتي كاست هذا الرينج مالته. وقلنا لكم المالتي كاست دائما نستعمله بالتي في والرينج مالته ثابت. اوكي زين، اخذنا ايضا فائدة السبنت ماسك هي لايجاد اي بي شبكة او اي بي البرودكاست ضمن نتورك معينة. زين، خلي هسه ندخل بالتفاصيل العملية. احنا اخذنا مثال كان يقول عندي نتورك هاي الاي بي مالها 192.168.80.0/4/27 سوري. الفكرة شنو هنا؟ اول شيء اجي اباوع على منو؟ على بريفكس لينث اللي هو /27. احنا مثل ما ذكرنا يعني ملاحظة انه الطريقة السريعة حتى اجد مقدار الزيادة مالتي، اجي شي اقول دائما 32 ناقص 27. اوكي، شو راح يساوي لي؟ يساوي لي 5. زين، هذا 32 شنو قلنا؟ هذا التوتال اي بي. اوكي، وهذا 27 شنو؟ هذا جزء النتورك. اوكي، وهاي الخمسة شنو؟ هاي شي يسموها جزء الهوست. اوكي، يعني من تقول اني مستعمل 27 بت المن الجزء النتورك هذا. اوكي، الجزء النتورك، ومبقي ايش قد؟ مبقي 5 بتات المنو الجزء الهوست الحاسبة. زين، ايش قد الاي بيات اللي راح يعطيها الي اذا كانت عندي ايش قد؟ اذا كانت عندي 5 بتات. قلنا هنا اجي ايش اسوي؟ اجي بكل بساطة 2 للأس ايش قد؟ 2 للأس 5. 2 للأس 5 ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 32. ليش؟ حتى اطلع الاحتماليات مالتي انه كم اي بي يعطيني. تمام، اذن 32 ناقص 2 هذا الاثنين شنو؟ الاي بي النتورك والبرودكاست. 32 ناقص 2 راح يساوي لي ايش قد؟ يساوي لي 30. تمام، وجينا سوينا جدول للنتورك وللهوست وللبرودكاست. تمام زين، اجي للنتورك النتورك مالتي 192.168.0. اوكي، اجي للهوست. الهوست عندي ايش قد؟ باوع الهوست عندي من 1 إلى 30، بسيط جدا. ودائما البرودكاست ما تقبل غلط، 31+1. تمام، خلي دائما نوضحه هنا امامك. انا هنا عندي نتورك، هذا الجدول، وعندي هوست. طبعا انا بالرسم 0، وعندي البرودكاست. تمام، دائما اني من هنا لهنا شقد؟ +1. تمام، ومن هنا لهنا شقد؟ ايضا سوري +1. اوكي زين، حتى افتح نتورك جديده دائما ازيد البرودكاست 1، فشقد راح يصير لي؟ باوع انتبه وياي، اني هسه اذا اريد افتح نتورك جديده ازيد البرودكاست 1، فراح يطلع لي ايش قد؟ راح يطلع لي النتورك 32. باوع، والهوست ايش قد راح يطلع لي؟ الهوست هنا اني راح اجمع الزياده مالتي واضيفها الى اضيفها ل 30. يعني هاي الزياده مالتي ايش قد كانت؟ 32، واضيفها ل 30 ايش قد راح اسوي لك؟ 62. اذا تلقائيا البرودكاست ايش قد راح يطلع؟ 6.3 اللي هو 63. بسيطة جدا. اوكي، اعيدها لك، قلنا حتى افتح نتورك جديدة ازيد البرودكاست 1، البرودكاست
زيد واحد تمام، فراح يطلع لي 32. اذا النيتورك مالتي 32، الهوست شلون طلعته؟ اجمع الزياده مالتي واضيفها ل 30، فال 30 زائد 32 راح يساوي لي 62. اوكي، دائما البرودكاست او البرودكاست زائد واحد فراح يكون 63 تمام. زين، طبعا انا اقدر افتح شبكه اخرى الى ان يقبط الرينج مالتي. انا هاي كلها اعرفها من خلال شنو؟ من خلال هذا السلاش 27 تمام. ايضا اخذنا اذا شنو، اذا ناطيني بهالشكل باوع الاي بي بهالشكل مباشرة ناطيني 255 255 255 224. زين، انت احنا كنا متعودين سلاش 27 سلاش 30 سلاش 24 الى اخره. اوكي، هسه انا ناطيني سبنت ماسك مباشرة. احنا قلنا هي نفس الصيغ، لكن عندنا اجهزة تدعم السبنت ماسك وعندنا اجهزة تدعم البرفكس لينث. البرفكس لينث اللي هو سلاش 27 اللي قلنا مثل اجهزة مايكروتك، لكن مثلا انا مثل يجيني بهذا المثال. اوكي، زين، انا هسه اريد اعرف هذا شقد راح يطلع سلاش شقد، وقلنا ليش؟ لانه عندي اجهزة مثل سيسكو، مثل الحاسبة، مثل اجهزة يو بي ان تي تستخدم السبنت ماسك. اوكي، احنا نجي ما ننسى الجدول مالتنا. الجدول مالتنا واحد يبدي 2 4 8 16 32 64 128. اوكي، احنا مثل ما نعرف اول خانة كلها شقد راح تكون؟ اول خانة راح تكون كلها واحدات. اوكي، كلها واحدات. قلنا كل شيء تابع الجزء النيتورك راح تكون واحدات، وكل شيء تابع الجزء الهوست راح تكون صفارة. أنا اللي يهمني شنو؟ اللي يهمني 224. 224 جاية من شقد؟ جاية من مجموعة 3 خانات. أوكي، جاية من مجموع، يعني من أجمع 32 زائد 64 زائد شقد؟ 128. اوكي، ايش قد راح يساوي؟ راح يساوي لي 224. فاني بكل بساطه اجي عندي اني 8 زائد 8 زائد 8 وعندي هاي كم خانه؟ 3 خانات. سوري، 3 خانات. 8 و8 16 و8 24 و3 27. اذا السلاش مالتي هنا راح يكون سلاش 27. واضحه الفكره؟ زين، واحد يجي يسأل سؤال يقول لك أنا مثلا عندي سبنتينج. أوكي، أنا دائما إحنا سلاش 27 سلاش 24 إلى آخره. مثلا واحد يجي يقول لك أنا أوكي عندي سبنتينج مو سلاش 24 فما فوق. إذا كان يعني مثلا جوا 24 مثلا 19 مثلا 16 إلى آخره. أوكي، فالسؤال شو يقول؟ يقول لك انا عندي 4000 يوزر، يعني يريد اي بي. شنو هذا الاي بي؟ يكفي ل 4000 يوزر. زين، خلينا نجي بالبدايه نعرف شنو هذا الاي بي. اوكي، هذا الاي بي خلينا نسوي جديده. سوري، اوكي، هذا الاي بي اللي هو 172.25.0.0/16 تمام. المطلوب بهذا الاي بي اللي امامك يقسم هذا الاي بي الى 4000 يوزر. يجي واحد يشوفه يقول لك هذا يكفيك الاكثر من 4000، صحيح؟ زين، ليش انا هنا كم بت فارغ للهوست؟ اذا هو على 16 فاني اجي على المعادله اللي احنا متعودين عليها، اجي ايش اقول؟ اقول 32 ناقص 16 ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 16. اوكي، اذا 2 للاس 2 للاس 16 ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 65535.
المطلوب من عندي 4000. بهاي الحالة لازم أسوي شنو؟ subnetting. أوكي، نجي subnetting نسوي على range 16. نجي شو نسوي؟ باوع انتبه وياي، نجي نقول هنا 2 أس شقد حتى تنطيني 4000. احنا دائما نخلي بالنا 2 للأس 10 شقد تساوي لي؟ تساوي لي 1000. 2 للأس 11 شقد تساوي لي؟ تساوي لي شقد؟ 2000. 2 للأس 12 شقد تساوي لي؟ 4000. جميل جدا. اذا هسه 2 للاس 12 يساوي لي باوع، نجي 2 للاس 12 يساوي لي 4096 يوزر. زين، هاي الاثنين باوع، هاي الاثنين اس 12 هاي مالت نتورك لو هوست، حتى اسوي المعادله مالتي اللي هي 32. هالمره منو عندي المعلوم؟ عندي النتورك لو هوست، هسه صار عندي معلوم اللي هو الهوست. فاجي ايش اقول باوع؟ اجي اقول 32 ناقص 12 ايش قد راح يساوي لي؟ 32 ناقص 12 ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 20. جميل جدا. اذا الاي بي مالتي صار هسه 172.25.0.0/20. زين، السبب اني ما اريد استخدم الاي بي كله على 16، اني اللي احتاج 4000 يوزر. بما انه اني احتاج 4000 يوزر، ماكو داعي استخدم سلاش 16 اللي طاني 65535 اي بي. اوكي، هالمره اني استعمل سلاش 20. هسه اذا تباوع صار عندنا المثال جديد، لان صار عندي على 20. اوكي، فاجي شو اقول؟ اقول 32 ناقص 20. 32 ناقص 20 يساوي لي 12. اوكي، اذا 2 للاس شقد؟ 2 للاس 12 شقد يساوي لي؟ يساوي لي 4000. جميل جدا. زين، شقد راح اسوي مقدار الزياده مالت النتورك؟ تابعوا وياي هنا، يعني حاول تركز حيل. اول فقره أنا عندي هاي اللي هي السلاش 20، أقول وين صايرة؟ باوع، هنا عندي 8، أيضا عندي هنا 8، 16. بعد ايش قد أحتاج؟ بعد أحتاج 4. أوكي، 1 2 3 4. هنا طبعا كل شيء تابع الجزء النتورك يكون واحدات. أوكي، ماكو مشكلة، حتى بس يكون واضحة لك، يعني هاي الجسمه كل شيء تابع الجزء النتورك، لأن هذا يعتبر كجزء نتورك، فيكون واحدات. أوكي، زين، باوع وياي هسه احنا هنا هم لازم يكون 4 واحدات. جميل جدا. هذا شنو راح يكون؟ جزء النتورك. أوكي، 8 بـ8 16، واحتاجينا 4 حتى يصير 20. قلنا اللي كل شيء تابع للنتورك فيكون واحدات، وكل شيء تابع للهوست فراح يكون الاصفارة. تمام، هسه الفكرة وضحت عندك. زين، هسه نجي ناخذ مقدار الزيادة، نجي ناخذ مقدار الزيادة مالتي. زين، أنا لهنا نقدر نجر خط، أنا لهنا عندي ضمانة شنو؟ ضمانة 20 باوع. لهنا ضمانة 20. أوكي، بعدين عندي هذا جزء الهوست. أوكي، أيضا طبعا هذا 8 راح يكون. وأيضا منا هذا راح يكون على 8. تمام، زين، اجي عندي هذا الواحد منه. اوكي، هذا الواحد فقط انا احتاج هسه، هذا راح ابدي. اوكي،
هذا الواحد، هذا الواحد أني راح يكون معزول. تابعوا يعني تبه شوي ركز. هذا الواحد إيش قد راح يكون؟ عبدي بي بالقوة، عبدي بي بالقوة إيش قد؟ بالقوة 16. أوكي، بعدها 8، بعدها 4، بعدها 2، بعدها 1. أوكي، جيت شنو أني طاوع؟ جيت أخذت هذا البلوك مالتي دائما إيش قد اللي هو 16، اللي هو مقدار الزيادة مالتي مالت نتورك. أوكي، يعني راح يبدي بصفر وبعدها 16 وراها 32 وراها 48 وراها إيش قد 64. واضحة الفكرة؟ خلي نعيد المثال، يعني أصور ما صار عندك واضح. باوع، خلي نعيده بالكامل. باوع استاذي العزيز، احنا متعودين انه ناخذ سلاش 24 فما فوق. اجانا هذا المثال اللي امامك، هذا المثال اللي امامك شي يقول اللي هو 172.25.00/16، وعندي شقد؟ عندي 4000 يوزر. المطلوب تقسيم هذا الاي بي الى 4000 يوزر. انت من تيجي تشوفه تقول لك اوكي هذا اني هسه سلاش 16 يعني اكيد راح يكفيك اكثر من 4000. انا هنا عندي كم بت فارغ للهوست اذا هو سلاش 16؟ اكيد راح تيجي على المعادله 32 ناقص 16، فايش قد راح يساوي لك؟ راح يساوي لك 16. اوكي، اجي اقول 2 للاس 16، 2 للاس 16 فايش قد راح يساوي لك؟ راح يساوي لك 65535. جميل جدا، 65535. المطلوب من عندي 4000. بهاي الحالة لازم شنو أسوي؟ سبنت. نجي نسوي سبنت على رينج 16. نجي شو نقول؟ نقول 2 للأس شقد حتى تنطيني 4000. احنا أخذنا أمامك 2 للأس 10 تنطيني 1000، 2 للأس 11 تنطيني 2000، 2 للأس 12 تنطيني 4000 وهو المطلوب. اوكي، 2 اس 12 هي طبعا احنا من طلع النتيجه تساوي لك 4096، يعني يبقى عندك 96 يوزر. زين، هاي الاثنين اس 12 مالت نتورك لو هوست حتى اسوي المعادله مالتي اللي هي 32. هالمره انا منو عندي المعلوم؟ عندي عندي النتورك لو هوست. صار عندي معلوم اللي هو شنو؟ الهوست. تمام، فأجيش أقول 32 ناقص شنو؟ ناقص 12 فيساوي لي 20. الآي بي مالتي قد صار؟ صار 172.25.0.0/20. جميل. السبب شنو؟ أنا ما أريد أستخدم الآي بي كله على 16، أنا اللي أحتاج 4000 يوزر. بما أنه أنا أحتاج 4000 يوزر ماكو داعي أستخدم سلاش 16 اللي طاني 65535. هالمرة نستعمل سلاش 20. هسه إذا تباوع صار عندنا مثال جديد. أوكي، فأجي أقول 32 ناقص 12 إيش قد يساوي لي؟ يساوي لي 32 ناقص 20، سوري، 32 ناقص 20 يساوي لي 12. أوكي، 2 للأس 12 قد يساوي لي؟ 2 للأس 12 إيش قد يساوي لي؟ يساوي لي 4000. زين، إيش قد راح أسوي مقدار الزيادة مالتي النيتورك؟ باوع، أنا حتى عندي سلاش 20 فأكيد لازم إيش قد أمشي؟ أمشي 20 بت، 8 عندي، 8 إيش قد أحتاج؟ 8 بـ8 16، إيش قد أحتاج حتى أوصل لـ 20؟ أحتاج 4 بتات، راح يكون 4، احتاجيت 4 بتات. إذا هاي إيش راح تكون؟ تابع الجزء منه، الجزء النتورك. طبعا مثل ما قلنا كل شيء تابع الجزء النتورك شو يكون؟ يكون كله واحدات، وكل شيء تابع للهوست فراح يكون صفارة. تمام، زين، خلينا نجي شو نسوي؟ ناخذ مقدار الزيادة. باوعوا ياي، مقدار الزيادة شو راح تاخذه؟ تابع. اوكي، خلي اوضح امامك بهذا الشكل حتى تكون واضحة امامك. اوكي، انا عندي هنا 8
اوكي عندي هنا 8 8 و 8 16 ايش قد احتاج النوب اني احتاج 4 1 2 3 4 طبعا هنا كل شيء تابع الجزء النتورك راح يكون واحدات كل شيء تابع الـ للهوست فيكون صفر تمام باوع وياي زين طبعا انا الرسم تعذروني بي جدا ضعيف بعدين سوينا بعدين بخانة العشرين طبعا انا لهنا عشرين اوكي لهنا عشرين بخانة العشرين فتحنا الباينري اوكي اخذنا اخر شيء اللي هو هذا الواحد للقوة شقد راح تكون 16 اوكي بعدها طبعا انا اكتب الجزء الهوست مالتي اوكي ايضا على 8 وراح يكون سامحوني جدا ما عندي خبرة بي ما اقدر اكتب بي اوكي اوكي ماكو مشكلة خلينا نعيدها فد بشيء اوضح لك اوكي احنا 20 احتاجينا مشينا جيد نحتاج عم نقول سلاش 20 يعني انا لازم امشي 20 بت اوكي فشنو اللي صار عندي هنا 8 و 8 16 احتاجينا 4 بتات 4 بتات اخذناها من جزء الهوست بعدين صار عندي 20 تمام اللي هو هنا بعدين فتحنا بالباينري بالخانة 20 أخذنا آخر شيء اللي هو هذا الواحد للقوة 16 بعدين أنا شنو عندي بعدين عندي هنا 8 للقوة 8 وهنا عندي 4 وهنا عندي 2 وهنا عندي 1 أخذنا شنو أخذنا هذا البلوك مالتي اللي دائما ايش قد الرقم 16 اللي هي مقدار الزيادة مالتي للنتورك يعني النتورك مالتي تبدي 0 16 وراها 32 وراها 48 وراها 64 بس اتمنى سامحوني لان ما عندي خبرة بالرسم تمام بس اتمنى الفكرة وصلت اي سؤال او استفسار طبعا تقدر تتواصل وياي انا موجود وياكم طبعا ان شاء الله ان شاء الله بالمحاضرة السادسة راح نبدي بموضوع الـ VLSM هسه حاليا نهينا موضوع الـ IP address و subnetting الأمور كلها توضحت أمامكم أخذنا أمثلة وبنفس الوقت أي سؤال أو استفسار تتواصلوا وياي تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.